ازيكم شباب؟ دلوقتي معانا الكيس بتاعت الماب كالرنج. تمام، الماب كالرنج نفهم ببساطة. الماب كالرنج دي الفكرة بتاعتها ببساطة، مثلا يبقى مثلا لو عندنا، مش عارف متعملش دايرة ليه، المفروض مثلا عندنا كده دايرة وجواها مثلا كمان دايرة. تمام نقسمها كده مثلا. تمام، هنا دي مثلا مش عارف هنا فيها لون ولا لا. تمام، مش مشكلة، لون. هنفترض مثلا كل حرف من ده لون، اكس واي زد او. تمام، كل حرف من ده لون معين. الماب كالرينج يعني ايه؟ انا دلوقتي عاوز اعمل خريطة، لو خريطة زي دي كده. تمام، الخريطة دي هتلاقي ألوان كتير بس ألوان متشابهة. تمام، في فوق، في ممكن تبقى يعني دي لو هناخدها دي فيها 1 2 3 4 ألوان فوق كرة. تمام، ممكن تبقى نقسمها على ايه، 5. المغزى من القصة بتاعت الكالرنج دي إن الخريطة اللي قدامي أو الشكل اللي قدامي ما فيش فيه لون ملامس بعضه، يعني ما ينفعش هنا أخضر وهنا أخضر، لأ دي مختلفين دي مختلفين. احنا بنتأكد الأول، بيقول لك هنا الحل بتاعها، المشكلة اللي عندنا اللي هو هديك ماب أو جراف في مجموعة ألوان، ما تخليليش الماب دي أو الجراف دي 2 زي ألوانهم زي بعض موجودين. تمام، طب ثواني، دي واحدة، هنجيب مثال إنسان مثلا زي ده كده، دي مثلا خريطة، ده جزء من الخريطة، الجزء ده كده غلط، يعني اللونين اللي هما جنب بعض دول كده لأ غلط. أهم حاجة انت لما تقسم الخريطه بتاعتك نودز او الوان معينه، كل نود اللي جنبها مش شبهها. تمام، هي دي الفكره بتاعت الماب كلر. يعني مثلا في الامتحان الحل بتاعها اللي هو بيقول لك هنليبل اتش نود ان جراف وذ فاريبل او نيم او باسم الكلر بتاعه، هنا مثلا بلو، جرين، هنا يلو، تمام، هنا بينك. وبعد كده اشوف النون ايكواليتي، يعني اهم حاجه يكونوا النون ايكواليتي، الاثنين اي اثنين جنب بعض ما يكونش فيهم نون ايكواليتي. دي فور ماب كلر، ممكن بقى في 5 في 6. تمام، او الحاجات دي بتستخدم في مثلا لما يبوظوا مثلا يبريزنتوا جراف معين او يوضحوا الاشكال اللي فيه او كل قطعه لوحدها، اراضي معينه هنا مثلا دول لوحدها، فما ينفعش 2 يبقى لونهم واحد جنب بعض، لو 2 لونهم واحد جنب بعض بقت حته واحده، لا احنا اهم حاجه اي لون جنب بعضه ما بقاش شبه. تمام، شكرا.